مفيش حاجة بتحصل مرة واحدة، حلمك اللي انت بتسعى ليه مش هيتحقق فجأة، حتى لو كنت بتتعب عشانه. احيانا كتير التعب ده بيكون ملهوش اي فايدة. لازم تعرف وتفهم ان قبل ما يحصل اللي نفسك فيه والهدف اللي بتسعى له، في اسباب حواليك محتاجة تتهيئ، وانت نفسك محتاج تتهيئ للهدف ده، وده محتاج وقت وصبر، ومحتاج منك انك تكون واعي ومدرك للظروف اللي حواليك. قلبك وعقلك لازم يكونوا عينيك اللي بيدلوك على الطريق. كلنا عارفين ان طريق النجاح كله مصاعب ومتاعب، لكن اللي مش عارفينه ان احيانا على الطريق بيكون في حاجات كتير اهم من الهدف نفسه. الحاجات دي بتكون مبعوتة لنا زي جفت، هدايا، أوفرز، عروض، بتساعدك على الطريق، بتخليك تشوف الطريق كويس. لازم تجرب وتعرف وتتعلم وتحاول. الحاجات اللي بتجربها وبتحاول تعرفها أو تتعلمها ممكن تكون ملهاش أي علاقة بالهدفك الأساسي، بس ده بيكون ظاهريا، لكن هينور لك حاجات تانية بعدين. حاول وجرب تتعلم حاجات كتير، هتلاقي نفسك في حاجات كتير ممكن تكمل فيها وتنجح فيها، وحاجات مش هتلاقي نفسك فيها هتسيبها وانت مش خسران، بالعكس كسبان خبرة ومعرفة. ويمكن يكون اللي انت خسرانه بس شوية وقت شوية مجهود، ودول في حياتك مفيش اكتر منه. جرب وحاول من غير ما تخاف، مهما كان عمرك او مكانك او ظروفك، دايما هتلاقي فرصة تستحق ان هي. جايز في نهاية الطريق تكتشف ان نجاحك كله كان في التجارب والمحاولات اللي انت قابلتها على الطريق، لانها خلتك تكتشف نفسك كويس وتكتشف الحياة اللي انت عايش فيها كويس، وديتك الخبرة اللي تخليك تعيد حساباتك مع احلامك من اول وجديد.